السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير والنور والسرور. أنا واعي من الصبح اليوم يلاطنا الوي وصقلناه وتعبلت من عمري وتقهويت من صباح الله خير ويالس حينه أتريا الشباب تقولي بوين حنقالوا بوين حن الصبح تحت وتريقنا ونحن ترياك باللوبي لا حول ولا قوة. اليوم الله يحفظكم يختلف عن كل الأيام اللي اختفت. ليش؟ اليوم الله يسلمكم أول برنامجنا بتكون جوية. أمروا لنا أبوي بهليكوبتر من عندهم روحهم هاليابان روحهم، قال أبوي هذا أبو محمد نحن أبوي معزة وإنسان يودي وخير لا ما قال شيء زين. أمروا لنا أبوي بهليكوبتر تشلنا أبوي فوق طوكيو كبرها من بون الحجز حق نفر واحد. ويوم قلت لهم عاد أربعتي ولا قط الدورة منهم قالوا فالك طيب ونشوا أبوي طلعوا ترخيص بعد هذا الترخيص لازم بوزارة الداخلية وما أدري شو شغلة طويلة عندهم من الترتيب. المهم سووا لنا الترتيب إن اليوم أظني على الساعة 12 بنسير بالهليكوبتر ولازم مال سلام وما سلام وتصوير وتصوير. المهم قالوا لنا أبوي هذا انتوا اول ناس نركبهم ابوي الهليكوبتر وبنعاميبهم معالي طوكيو. ما تركبنا حد ابوي بهليكوبتر وقلنا له بنقشتك انت ابوي اول ادمي انت وربعك. قلنا طالت اعماركم ويزاكم الله خير والله يحفظكم ويحفظ امبراطوركم ويحفظ بلادكم حكومة وشعبا. قال ابوي انت غالي عندنا وتسوى العين وام العين وفالك طيب سوي لك ترتيب ما حد شد استواله الترتيب ان نركبك بهليكوبتر ونحوط بك معالي طوكيو معالي اليزر شرق وغرب شد استوت لكن طوكيو العاصمة اول ادمي نحوط نركبه بهليكوبتر ونكشته معالي طوكيو. قلنا مشكورين ويعلى في ميزان حسناتكم. لا عاد ما قلت لي هكذا يعني قلت لهم مشكورين اصلا بعدي ما قلت بقولهم من عقب ما انزل زين اقول كم بس ما عندي سالفه الحين جماعه تريون بنزل ابو بتريق عندهم ونتريى ابوي بلقيس هانم متبتي وبتشتل ابنها. هي على فكره اليوم تاخرت ما يقارب ساعه موعدنا وياها 9 والحين بتوصل 10 وهي بعدها ما هضلت. قالت والله في اوراق لازم اسير اوديها المكتب يوم فاتنت عليها وارتعدت عليها اعطيتها ما اعطاها زمانها. قالت اليوم اول مره انا اتاخر يعني 10 ايام رقم واحد وياكم وحينه اخر يوم تاخرت ساعه كتلي كبدي. قلت عاد هذا هو يتلبق فيك وانا يعان ولا بعد ما تريك فهالاساس انا يوم ايوب على قدي غير نمونه اكشر عن نيابي المراد. بنزل ابوي بتريق وبرد لهم مسكن. يلا صباح الخير. صباح النورات. شو نورات بعد؟ صباح النور يعني. ايه كيف حالك؟ الحمد لله الغالي. صحتو اللهم لك الحمد يا ربي ما زينك يا ابو توفيق ما شاء الله عليك على الله يحفظك. الله يخليك وزياره عندك الله يسلمك. واحمد سلام عليكم. سلام ورحمه الله. كل العرب ابوي يتخبرون عنك يقول ما شاء الله انت شو سويت في الصليطي؟ ازم ابوي ضعيف انصفق بطن لصق في ظهره شو سويت؟ يوعت ابونا يوعته لا الله ما بيعانين اي بلاك انصفق بطن في ظهره من شهر جزاك الله خير بس رمضان هاي ابوي اقول له ما ظني بتستحمل تقعد شهر زياده لا يعني. ليش اسف عليك؟ لا ابنا بس نحن الاكل ابراهيم توفيق ابنا الاكل يعني لو الله يعني مخلي حد عنده بني طبابيخ الاكل يعني الشرق الاوسط وايد بيكون زين مشكله الاكل بس هذا هي لكن يعني الاكل الادمي يعني يسد الحضاره اللي عندهم وبلادهم جميله في كل شيء ما ينكر حالي يعني 10 ايام تتغى اكلهم في منتهى الروعه اكلهم في منتهى الروعه لكن نحن ما بضارين عليه نحن مره ما بضارين عليه لك مالهم صح فلذلك حد ما يجوز له لكن اتوقع السوشي العادي وهذا يعني ما عليه لك الريوق سمك هذا اوفر افورت يا ابوي وايد الخبز مال الصبح بالسمك الروتي بالشبع هاي روحها شغله اوكي اخرجوا من البيت انا وصلت الحين.
اخرجوا برا في قدام ال قدام اللوبي. ايوه اخرجوا برا حتلاقوني انا بالسياره وصلت. تعرفين شو يذكرنا؟ اوكي اخرجوا من من الباب انا وصلت الحين. اخرجوا برا في قدام ال لا مثل هذا مال نعيم الصغير. انتشروا انتشروا اخرجوا اخرجوا في الارض. اي والله مال من الغوله. ابراهيم سمعت والله عليك المقطوعه المقطوعه المقطع. اي والله اخرجوا اخرجوا انتشروا انتشروا يا ربي. احنا ساري وين حل المطار؟ وصلنا؟ اي والله هذا ابوي مطار مال الهليكوبتر. ودي جيم لين يرمس بيسين يشاور. اظني هاي هي الطياره الطياره الهليكوبتر مالتنا. مره مالتنا عاد استوت دنجر بعد حمد. ركبونا الله يحفظكم في هاللفت الفنان. صغيروني واقلب للواحة طيب. الواحة وردية والدنيا خير ان شاء الله وتوفيق. بلاك ابوي مزندخ كأنك مغصوب على الهليكوبتر. لا حس ما تبع تبع طيل ما تبع. لا لا بنطير اول مرة بحياتي. يلا نشوف نجرب سوى الخافين. مطاعم وايدة مطاعم تركية مطاعم مطاعم الله يحفظكم هندية مطاعم إيطالية. جميع المطاعم اللي في الكون موجودة في اليابان. جميع المطاعم اللي في الكون اللي موجودة في دولة الإمارات كلها وفي الكون كامل كله موجود في طوكيو. بل إذا نحن عندنا من كل مطعم فرع وفرعين هم في طوكيو روحها من كل فرع من المطاعم اللي عندنا الفايف ستار موجودة عندهم 50 فرع لهالدرجة. لأن من أكبر العواصم طوكيو ونور ترافل تقدر تسوي لكم تأمين ريوكم غداكم وعشاكم في المكان اللي أنتوا تحبونه وترويكم كل شيء. لكن نحن نسبة لنا نحن جايين على برنامج فنحن مش مخيرين نحن مسيرين. فما على كريم متشرط نحن جايين مدعايين مدعايين في هالبلاد لتأدية وظيفة مدة 10 أيام. نحن مش جايين روحنا نستمتع لا نحن جايين مدعايين من هالبلاد. تعالوا انتم من ناكي من بوظبي او من دولة الامارات نحن نبغاكم انتم ترون اللي تبعونكم. نباقي خالد تروي اللي يتبعك معالم اليابان واللي بترون بطريقك انت. قلت لهم ان شاء الله ما قلت لا. الحين شو الحليب ضروري محمد؟ لا الحليب ضروري؟ اشرب الكوفي بدون حليب. كتب ابوي اوزاننا طلع ابوي ابراهيم 88 وخالد بن احمد 90 انت كم؟ 115 من عندك واحد يلا 114 زاق هذا مال الطياره فني لعيونه خيبه جايين ابوي عن 5 انفار اي والله. وهذا الرجال ها خالد الخالد ابوي بيت مهني بتم هاي هني ولا بتسجل؟ لا يعرف الطياره ويعرف الطياره؟ قصورك لا 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 ما بعلى هواك ممنون. زين ابراهيم زين غالي شيء خوف ولا ما شيء؟ والله خفيف خفيف يا ابو محمد. ليش؟ مش متعود على الهليكوبتر. شو متعود عليه؟ طيارة. لا من وإلى سبحان الله نفس الشيء بالعكس. هاي بتحس عمرك كأنك خفيف وتشوف الدنيا كلها وين؟ ما شاء الله تجربة. وبتصير معالي طوكيو أول واحد يا بوك هذه أول واحد أبوي عربي يركب طيايرهم أنا وأنت ومحمد الصليطي أول ناس. خير وبركة إن شاء الله يتباركون علينا أبوي. الله اعلم بهم يا يعني يتباركون يا يعني يقدرون. لا لا بيتباركون لا تخشمك عفا امينه الحين في مطاعم شرق اوسطي مثل لبناني وايراني وهندي وعربي وما ادري شو.
في عمري زي ليت تطولين حسيت لان الناس في اردني في تركي في لبناني في كثير مطاعم هنديه مغارب شيء يعني وكلهن ممتازات اكيد هالمعلومه زين لان في ناس يقولش والله نحن نتمنى نزور مطاعم عربيه يعني يحافظ الله على ابو محمد هذا ابوي قبل ما تركب الهليكوبتر لازم يسوي لك شيء تفتيش ممكن ابراهيم طالعني شوي وين بحط على ثامك حطه مجنا اليوم احينا عليك السلام عليكم اليوم استاذ خالد الخالدي برنامج حيكون هليكوبتر وبعدين الهليكوبتر ميزيو حقت الروبوت شو؟ ميزيو متحف الرجل الالي ايه وبعدين حيكون ان شاء الله شو؟ شنجوكو مدينة حق بارك هو حيكون حق السابور مرة منظر حلو حيكون زي بس وبعدين تايم فري الأستاذ خالد شو بيحب الأماكن زي وما الغزلان انت بنسيله بكرة الصبح الساعة كم؟ 5 الفجر الله كريم مدينة الغزلان شو اسمها؟ نارا نارا كم تبعد من طوكيو؟ ساعتين بالقطار؟ القطار السريع هاي الطلقة ساعتين ساعتين ساير ساعتين يعني. ايوه بس ساعة بتصور هي هي ان شاء الله يعني على الساعة 12 بكون ردينا ان شاء الله لا مسوي لنا خط عاد نمشي بعد عليه اي شيء الا ما بحمرة تحرى الحمرة ترى الحمرة ظني كبيرة حق وايدين احنا لا كم من نفر شيء مهات نفرين شيء مهات اربعة شيء منها ابراهيم كنا نتروع
النظافه وفوق التطور طيب طيب لها مش موجود في اي بلد. هذا على كل بلد حياتي طيبه واحترامها للناس بعضهم مع بعض.
دوك انا شوف امير ايش تسوي الهيبة. رحلة ممتعة كانت جميلة صدق انها صغيرونة قصيرة رحلة قصيرة لكن تروالي خمس دقائق انا لا لا صدق خدنا نص ساعة انا قلت بقعدهم في العشرين دقيقة مستر كيوامو thank you very much it was very good trip yeah thank you very much it was and I saw the Tokyo from very good thank you very much very good place and we watched it was very we are all of us we are very happy no, thank you very much thank you very much you can see Rainbow Bridge and Tokyo Tower and yes we saw century. We saw it just with near wow إبراهيم شو الأخبار؟ طيبة رقم واحد؟ رقم واحد شو رأيك في الرحلة؟ والله رقيص الرحلة ما عليها رقم واحد نعم يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام أحلى بي اليابان لازم يركبها فنانة نعم أي والله ولازم ولازم عن طريق نور ترافل ولازم مع هالشركة الفنانة وهاي شركتهم الطياير يا سلام ها 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 مرات على عمرك ها ها محمد أمينة شو رأيك رحلة رقم واحد مشكورين على هالرحلة المميزة مشكورين على هالعبالة زين ما في مشكلة زين زين مشكورين كل شيء بوثرهم يطيرون أي منطقة في اليابان ما بلا يعني المكان كشت فوق طوكيو حتى أماكن كامل اليابان كل الأماكن وكل المناطق How many helicopter you have? How many sizes? Yeah, can ride as three person. Uh-huh. How many one and three person? And, eight person can ride. There is eight there. Person. There is for eight person and there is for three person. We can go to Mount Fuji and Kyoto. Few hours. Mount Fuji go to 30 minutes. 30 minutes to Fuji. From here. Ah, from Tokyo. Okay, yeah. good. We have to reserve. Make reservation first. Yes. Inshallah. From Noor Travel, we will have inshallah everything. Yeah. Noor Travel, good company. Yeah. They especially Amina. She worked with us hard work. Yeah. She done a lot of good things for us. What she say? We have the captain. Thank you very much, Captain. It was very safe. رايته اسمه ساتورو وهاك الرجال اسمه ابراهيم توفيجو هاي امين وهذا ابو احمد محمد الصليطي وين وين من هنا هاي بعد اخو عمالتنا هاي يتم ثمان تنفار اظني This is for 8 person, is it? Okay. Yeah. هاي عبارة لطبيلة مالة في الهليكوبترات. فتحوها لنا احنا اذا بعد. هاي جديدة لنك؟ مرة ما حدش طاح. 15 عمر هاي الشركة. يعني كل شيء فيها جديد ابوي هاي. كل شيء الله يعني ريحة الاسيات شرت سيارة ظهر من الوكالة. أحب الريحة أمينة كانت الرحلة ممتعة شكرا. إبراهيم كانت ربعكم من أروع ما يكون محمد الصليطي رقم واحد كانت الرحلة وصرنا في الهليكوبتر وجينا واستانسنا وانبسطنا وترتيب من شركة نور ترافل ما قصرت وكل شيء زين وكل فنان رقم واحد خدمتكم زين أنك قهرتيني استحملتيني ولا لا 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 عليك من أصبح لين أمسي أنا كل حد يقولي كيف مستحملتنك هالحرمة الحمد لله لا بشركم هاي المرأة الفولادية المرأة هاي هي الفولادية ذهب 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 باعها. والله أمينة أهب ذهب وتنحط فوق الرأس وشربات وعسل وخفيفة على القلب والروح يا رك الله يحفظها ويحفظ أيوب ولدها بس كفيت ووفيت عنا كلنا يا رك الله يا رك الله يا إبراهيم توفيق يا رك الله يسلمك حبيبي بصور هذيلا شوي هذا ابوي هذا كابتننا هذا
هاي عاد عوده شيل ما يندر كم نفر؟ ثمانيه ها؟ ثمانيه هاي يشدون بلوط ها ترى شوفوا مكينته فوق انا تعرف مكينته تحت سبحانك يا رب المراوح اي والله سبحانك يا رب Thank you, brothers. Thank you, captain. Thank you, captain. I'm glad to see you again. Inshallah. Inshallah. We, everybody, you will see a lot of people here. Inshallah. Thank you very much. Thank you. Bye. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So bye-bye. Bye-bye. هاي طريقة التم. لازم يوم أنت تظهر لازم تلقف يظهروا بك خاري سيروا بك ويسوي شيء هاي مالهم على الروس يعني مثل يعني يعني تقديرا منهم يلا يلا ابو احمد يلا يلا وين بنسير الحين امينه صبري على خليها برج وين متحف الوجود ها متحف الوجود بعيد من هني لا وايد قريب كم يعني 10 20 دقيقه ان شاء الله احنا على الله يحفظكم في منطقه يسمونها جزيره اديبه جزيره اسمها جزيره اديبه تبعد من وسط البلد تقريبا 20 دقيقه من نص البلاد يربط بحن جسر جسر اللي هو جسر رينبو المنطقة اللي نحن فيها الحين وصلنا متحف اسمه متحف ميريكان متحف ميريكان هو المتحف الوطني للعلوم والابتكار متحف التكنولوجيا الياباني متحف التكنولوجيا الياباني داخل يضم عدة أحجام من الرابوت إن شاء الله بندخل بنصور بنرويكم الرابورت قم يا ابو احمد قم بارك الله فيك قم 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 يا بارك الله هو عباره على الله يسلمكم من عده مباني هذا عدال هذا هذا عدال هذا وكلهم مباني ضخمه وكلهن ابوي من حديد صب فولاد حديد صب كل شيء صب عندهم وكل حديد ريج ما شيء ابوي شيء ابوي مداخلنا طابوق ابوي ما يعرفونه والسميت ما يعرفونه يزاز زجاج وبيمات حديد ها شوف هالبيمات كل بيم ابوي تمشي عليه 15 تريله ولا يعول هذا ابوي التذاكر المتحف عمره 17 سنه 17 سنه هناك وين يقصون التذاكر هذا وركبنا ابوي دري بدري بدري ها ثلاث ادوار والرابع هذاك الخامس واللي فوق السادس كله كهرباء كله بهو بهو هذا تشوفونه كله بهو فين هنا هاي تشوفون هاي الحرمة هاي عندها ماسك الاستقبال في جميع المولات الحرمة اللي هنمون تشوفوها ها اتي وتسألها ها هذا داخلها عادة هاي تشوفها بس ما عليك إلا أنت تسألها وهي تجاوب بغيت اسم المحل ولا شو عند المحل وشو يبيع شو ما يبيع صلاحية البضاعة اللي عنده شو نوع البضاعة اللي عنده مصدرها أنشأها كل شيء الحين هذا شيء موجود عندهم أيون يتخبرون ما يحتاج حين موظف أتي بوي وتوقف عدالها وتسألها لمح البصر جاوبك هاي اللي تشوفها ها بعرض بربش يا سلام يا الله اي والله تخبرها وتجاوبك سبحانك يا رب هالأقسام كلها ابوي اغلبيتها كل مال صغار يراونهم طريقه الالعاب اللي توها مخترعه والاشياء اللي توهم مكتشفينها ها كل الاشياء كلها بالربوت كلها بالرجل الالي ما في شيء الا بالرجل الالي فلذلك مسوين مبنى من 6 ادوار كل دور يتكلم عن شيء كل مكان له اختصاص في شيء معين الممشى هذا حلزوني ها شوف دائري ها دائري وانت تمشي ها يظهرك ليف فوق شعور جميل لا يوصف هاي اللي نحن فيه حينه هذا كله شكل حلزوني كأنك تمشي في نص بيب ها طالع العالم تحتنا شو العرب الحين هاك الياسين يتريون على الكراسي شو هذا وين رياض الحين بيظهر هذا من الباب هذا بعد باجي نص ساعة إن شاء الله نلحق عليه بيظهر رابوت وبيسوي عرض وما أدري شو بيأدي شو رقصات وما أدري شو ما أدري فلور كل شيء
مكان تحرى عملك في هذا مع المكوك الفضاء. هذا عبارة على تكاليف مكوك الفضاء. هاي اللي يسموه كبسولة فضائية، هاي الكبسولة الفضائية. هذا ابوي غداها قريطيس وعشاه قريطيس. هذا شو؟ عندهم للأكل اللي ياكلوه داخل مكوك الفضاء. هي الرز قديش يصبروا عندهم الأكل. هذا تشوفون هذا حين انت عبارة هذا مثل هذا هذا ياباني معروف حياس ياكل الطحال بيقولكم السئل اللي أخبركم عنه اللي هو يأكلونه الشبع. هب الشبع هو والطحالب أقولكم عن السويد. شوفوا هل هامور هامور عاقل محايا. يا ربي كل هذا هي اللي سوق فيها ما أدري كم من شهر كم من شهر يلسون في هذا المكوك الفضاء في فيها الحجير ما ندري كم من نفر عاد وهذا عاد يراقبوا منها ما ادري كم الف قدم يطير فوق السماء في الفضاء شانوط ما شو عيالهم يجونكم دواهي ما يخلي شيء ما يعرفونه يعرفون كل شيء لان تكنولوجيا يبون عيالهم يدربونهم يفطنونهم من يومهم يهال شوف هذا نحن اللي بيقولك والله لا 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 ولا بيفتهم ولا بيعرف شيء شو تودونه وين يعرف لا هاي ما قالوا وين ما بيعرف اي عرف ها شوفوا كلهم على ثلاث واربع وخمس سنين عمارهم هذا حلي بيودي بيقول وما يعرف هذا حق شيء لا والله يعرفون كل شيء ترى الياهل النقش بالحجري النقش النقش كالحج العلم في الصغري كالنقش الحجري هذا ابوي اللي بيعلمون عيالهم من الصغر هب يوم الواحد يغدي ثور طوله طول عرضه عرض قال ودوه ولا خلوه يتعلم ترى القط العود ما يتربى ولا انا غلطان يا رك الله انت ما تقول افضل شيء يا رك الله يا رك الله يا ابو توفيق الحين اليابان شو يسوون ما يبون الالعاب اللي تنزخ باليدين اللي تنزخ باليدين وهاي لعبوها الفروخ لا خلاص حين كله باللمس بس شاشة ويستوي عليها اللمس ويستوي اللعب يلعبون اللعب اللي فيه الفايدة مش اللعب اللي ما وراه فايدة طالع الجمهور كل يحال كلهم يفتهمون ويعرفون هذا كله مسوين على تكاليف المجرات المجرات والنجوم كيه يكون الجو وهذا بعدين تدخل هذا شو هذا ها ها بسم الله الرحمن الرحيم ايوه كبسولة والكبسولة والكبسولة اللي يعيشون فيها ابوي ما ادري كم من شهر بدون جاذبية بدون ما ادري شو الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود في سنة 1985 شارك في هالمكوك الفضائي هاي اللي تشوفونه هاي يسمونه المكوك الفضائي في سنة 85 تشارك
شيء جميل فخر لكل عربي دام الدنيا حية انك انت تفتخر بالامير اللي قام بجولة في المكوك الفضاء هذا حول العالم. العالم الفضائي فضاء ما في طيارة ما يندرى كم من شهر عاده. كل هالعالم هذا تشوفونهم ها يتريون خروج الربوت من داخل حجرته. كل هالعالم جالس يتري شوفوا. يتريون الحين بيظهر رجل عالي من هالمكان تشوفون كل هالعالم يتريا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين الله يحفظكم هذا هو متحف التكنولوجيا الياباني وهذا الروبوت. الروبوت هذا كل هالعالم قاعد تترياه وتوه ظاهر بامكانه يكون صديق للانسان يفهم ويجاوب معاك بالشيء اللي انت تقوله ويفهمك زين ما زين وبامكانه يلعب ويا كوره بامكانه يطبخ بامكانه يسبح يفوت يسوي مساج يسوي كل ما يقوم به الإنسان تنقصه الروح فقط تنقصه الروح. سبحانك يا رب كل شيء بس تعطيه توجيه تبرمجه كل شيء يسوي. بغيت يصفج بغيت يغني بغيت يرقص اللي يخطر في بالك يسويه بالإشارة. يفهم أكثر عن اللوادم أكثر عن حد من العربية. كان أي إنسان يقتني هذا الروبوت بإمكان كل إنسان يقتني. تقدر تشتري تحطه في البيت تقدر يعني حال حال الأول كان صعب حاليا لا موجود يبتاع في كل محلات التكنولوجيا ويبيعون الديلمات ويبيعون الثلاجات وكل شيء موجود أبوي تقدر تشتريه وتخليه يلعب ويا كورة يغسل وعيان يربي العيال يطبخ ينفخ يسوي كل شيء. الله يخطر عليه يسقرني يقول مرحبا ابو محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان حتى يلعب كوره سبحانك يا رب. لا إله إلا الله. بيغني ها
صح صح تقوله. إبراهيم شو بلاك صاخ أبوي؟ صاخ؟ أطالع. كنت تطالع أنت؟ ايه. متأكد؟ أيوة متأكد. شو رأيك أنت صليتي؟ والله هو أدرى بنفسه. بعد صورتني وأنا راقد شوية. ما لا 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 تقول كنت جالس؟ لا شوية عينش بس غفل. طالع حبيبي. جايين أبوي نتغدى على الله يحفظكم في هالمكان هالمطعم. هذا المطعم جايين عادوا 40 مرة سوينا حجز قالوا كله فل 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 وعقب ضراب يلا يلا الحين قلنا أبوي بنسير بنجرب مني والطريق إن نلقط مكان ورب العالمين يسهل الأمور ولقطنا مكان هذا الحين منا يسير فوق وأصور لكم عادة لومة وأخبار هالمطعم هذا أبوي هالمطعم Hello. Yeah. 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 Ah, you got the mukan? Hello. Ah. Hey, Bebdad, you have come to cover. You have fun. Tell me the truth. Thank you. Hello. How are you? English. إبراهيم. لبيه. فنان. يلا. حبيتين. Thank you. Thank you. تسوي كاميرا فيديو بسويت لكم ثانك يو يا ربي بضرابه بضرابه اللي حصلنا مكان المنطقة هاي اللي فيها المطعم اسمها شينشيكو هاي المنطقة كلها شبابية كلها مولات وأماكن بلاد 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 من كبرها المشي فيها روحها متعة لكن يينا نحب سيارة عب ما وحالنا نتمشى ونحن نمشي في الطريق المكان ياخذ العقل يعني عجوبة ان حصلنا حد في المطعم عجوبة ميزات هالمطعم يقولون موجود في دبي المطعم هذا يقولون موجود 90% من الكلام هذا صحيح لاني يعني من عدة مصادر الحين تصورت المطعم تحت جتني عشرات المسجات قالوا ابوي من زمان ابوي عندنا هالمطعم اي اوكي ثانك يو ثانك يو يقول ابوي الاكل باللي يد هني ولا احد من ياكل ويخلص ويصير شيء مغاسل عندهم لفت انتباهي قلاص العصير هذا ها خيب خيب ذراع ذراع ونص بعد طوله شوف كيف تشيح يدك على جنب
جهز حق الغداء. يلا زين. حتى ابو احمد ما شاء الله. هذا حق الغداء ولا بالطبخ؟ ابوي وصل ابوي. هذا ابوي. هاي كم ياكلونها؟ احب نرويك. اسمحوا لنا ابوي، ترى هذا ابوي ريال ما براعي بحر، اهل اساس لحن الخلاطه هذا منكم السبب. هي عشان ابي يسوون يعلقون علينا. لا لا ف ايه هذا محار وقبوب ونغاره. محار وقبوب ونغاره هذا ابوي هو كله. هذا ها صوص زيادة يا دي. ها تشوفوا هاي صبري ياي. ها يلا الحين جداي. ها الطريق. ها 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 ياي. ها ها لازم باليد، لازم باليد. ها ها لازم باليد. ها ها خلي باليد، خلي باليد. ها ها بنايات مميزة وخلق الله ما خلق في نص هالبنيان. وين ما تمشي عالم 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 عالم. سبحانك يا رب. شو اسمها؟ شنجكو. ما سمعت. شنجكو. قولي والله. والله. ابراهيم شو اسمها المنطقة هذه؟ شنجكو. ما اسمعك. شنجكو. شوف العالم. شوف اللي خلق. شوف كيف التدخين موحدها. شفتوا الجنب هاي. هي. ممنوع الدخن في اليابان برا. هاي هاك الحجيرات. ايوه لازم جوا هناك. حتى بالسيجارة الالكترونية لازم جوا. شفت السيجارة الالكترونية؟ والله. هاي اللبس الاسود من هنا بيسيجر السيجارة الالكترونية. ابوي كلنا بمدواخه. ها ممنوع. يا هي خلق الله ما خلق. هي كلهم يابانيين اسيويين تشاينيز كوريين. ما هم يابانيين بس هي. والله سياح كلها سياح يجوا لشنجك. منطقه شبابيه كثير بتشوفوا شباب اكثر شيء. هي والله ليش يعني شو السبب؟ عشانها منطقه شبابيه فيها كثير الكوفي فيها كثير الاماكن كلها منطقه شبابيه هي. هي بس هي وجودهم يابانيين يعرف يعيش هنا يفهمهم. هاي وجوه سينيين كوريين مختلفين معنا. اسميك انت؟ هذا اللي انا قالوا عليه. هذه الله يحفظكم الحديقة الوطنية. الحديقة الوطنية للساكورا. أكبر حديقة عندهم في طوكيو. بلاد من كبر. ها ها. كلها ساكورا. تدعى عاد يحط الورق. ترى وردة الساكورا ما لها ريحة. شو أشجار الساكورا ما زينها. شوف العالم أتي من آخر الدنيا مخصوص عشان هذا الشيء. أشجار عسب وردتها هذه. ترى وردتها ما فيها ريحة أبدا. شوف ما زينها. ما شاء الله تبارك الرحمن. شيء جميل. هاي اجمل وحده شفتها انا. شو ما كبرها 400 سنه تقول امينه انك توصل لشيره وصلت عمرها الى 400 سنه. سنه 1912 اهدت اليابان 3000 شيره منهن امريكا هديه من خاطر. قالت ابوي هاي من خاطري لكم انتم.
أسميك متوهج من عمرك يا رجال يا رجال. اذكر الله اذكر الله يا رجال. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وانت متوحلني شو تبالي؟ خلي أخذ راحتي بالتصوير. يلا زين. شوف شوف ابو محمد هاي ها بتجنن صراحه. وين من هم؟ هاي البيضه العوده اللي بتجنن. هي لك كبر راسك شوف شو العالم ابتدت تشتل الحين. 4:30 ترى يخلص موعد البارك مالهم خلاص. 4:30 تسكر الحديقه ممنوع والدمه وبيكون يكون عندهم. هل خلا العين ما شافكم هالحرس عاد يقولون هل خلا حي الله تنزار وخفف. يا مرحبا منزار وخفف. اي نعم يوصل عمره لين 400 سنه لين 500 سنه توصل اعمارهم. وشي يعدلونين الابيض والفوشي والوردي الغامج. هذاك الوردي الغامج. نحن في اكبر حديقه للساكورا موجوده في طوكيو. شجره الساكورا تعمر اكثر من 500 سنه. اكثر من 500 سنه. شجره الساكورا وردتها بدايه شجره الساكورا الورد مالت شجره الساكورا ما فيها ريحه عديمه الرائحه وعديمه البذر والفاكهه مالها اي شيء بس الظهر ورود لمدة أسبوعين وبعدين مالها أي معنى في الحياة غير ظهر ورق خضر ولين الحول عادة 11 شهر بعد تتريا لين توصل لهالمرحلة. شيء له ثلاث ألوان اللون الأبيض اللون الزهري واللون اللون الفوشي وتعيش أكثر من بين 400 و500 سنة. بارك الله هي منها واحدة. بارك الله فيكم. أنا حاليا في حديقة شينجوكو. شينجوكو أكبر حدائق طوكيو اكتظاظا بأشجار الساكورا. شجرة الساكورا تعيش من 400 إلى 500 سنة. هذا إنتاجها تزهر لمدة أسبوعين في السنة من حول لين حول. أهدت اليابان 3000 قورة شيرة يعني قورة ساكورا إلى أمريكا للشيرة سنة 1912. الحديقة هاي من أجمل حدائق اليابان وطوكيو بالذات اللي هي كلها ساكورا. والساكورا ثلاث ألوان شيء منهن شيء من الألوان الأبيض وشيء من الألوان الوردي وشيء الفوشي وكل واحد أحلى عن الثاني وكلهن ما يعيشن إلا بس من أسبوعين إلى ثلاثة بالكثير. والمكان جميل وياخذ العقل. يغني يا رمت ابوي ما اصور لكم هالمنظر الفوشي بالخضر بالابيض بالزهري طالع ها. ها. بالعنابي بالمقلم تبار يا سلام يا سلام. ما في ريح محمد ما فيها ريحه. شوف ابتدى يتحدحد لكن شوفوا شوفوا يدحك شوفوا كم عمرها هذه اكثر عن 3400 سنه. سبحانك يا رب سبحانك يا رب. مشبي ابوك من الكبر. شوف شوف المنظر سبحانك يا رب. منظر قمه قمه في الجمال. اللهم لك الحمد سبحانك يا رب. اوكي نهار ما يدرى به اخي لك وحن بعد يحت ورقهم في النهار والعرب كلها تصير تصور هناك. جايين نحن مخرين جايين وايد متاخرين نحن. شوف عندما تتخالط الألوان الأخضر بالبنفسج بالقهواتي بالأبيض بالوردي بالبني. يا سلام سلم يا شو رأيك إبراهيم؟ ما شاء الله شيء جميل شيء خيالي يا أبو محمد. يعلى الله إن شاء الله ييسر أمورك إن شاء الله يا أبو يا أبو يا أبو توفيق يخليك كل سنة وكل حول. نشوف في هالمكان الفنان. شو رأيك في اليابان إبراهيم؟ ما عليه أخبار شاهد الله. شفت بالله عليك والله. شيء رقي في شعب هالنمونة شيء جمال شيء طبيعه شيء هالنمونه. كنت سافرنا وردينا لكن نفس البلاد والله ماشي. ايه ولا انا بعد. انا بعد نفس الشيء كذا خيب. لا والله ابراهيم شيء جميل. شو رايك انت؟ لا ما انا كذا. عطنا وحده ممكن؟ لا لا هاي بروحها تي طقائيه. ها شوف كل حد خا ظاهر هالنواطير يقولوا لهم ثانك يو. ها ها ثانك يو.
Good. Thank you very much. Thank you. الله يا سليطي. انتباهي الاخلاص العمل يعني شوف اعطانا سامان حط القراطيس دبل شيء التنشي عسب الوزن تكبر ماتش يعني محل جون كلوي الموظفين هذا موظفين هاي سبحان الله تحس انهم مخلصين في عملهم يحس كأن مليون آدمي حاطنا تحت الاختبار يعني في وقت الحساب وقت ياخذ عنك ياخذ عنك البطاقة بيعطيك الفاتورة يعني يسوون لك ترتيب ما تستوى يعني بكل اخلاص يعطيك الفاتورة يضحك يبتسم يعني اشياء غريبة تصرفاتها كلها الاوادم كلها في جينزة جينزة شارع يا ابوكم ينغش من العرب ينغش امك لا اله الا الله كله مولاي وانت ساير شرق وغرب جميل المكان ونظيف كافيهات محلات الكيك محلات الفاكهة المولات الغاوية الناس الطيبة الابتسامة ما تلقط المكشخن ما يدور بينهم حس الله تلا المكشخن حد يشاهد المكشخن ما يشاهدون لأبويا ذو الابتسام الفناني على الله يحفظ أبويا وتوجيه وتوفيق أبو أحمد ما شاء الله عليه قد احتمال فارج ويا سلام يا سلام بارك الله فيكم هذا الشارع اسمه جينزا جينزا عبارة شانزليزيه لكن فرع طوكيو عين الماء مركز المدينة أكثر أماكن التسوق شهرة ورقيا في جنتيا طوكيو في هالشارع قمة في الجمال قمة في الذوق والترتيب والناس الفاهمة والناس النظيفة والناس اللي تحس مشيتها عدم مضايقة للآخر وشرحين وهالابتسام مباني جميلة والكافيهات والشوبينج مول والمحلات الكيك ومحلات الفاكهة والمقاهي كل شيء يخطر في بالك يوجد في المكان هذا في جنتيا طوكيو بالذات في جينزا هذا الشارع اللي يصيحونه العرب كل هالعرب تغني له بالأشواق وتيه عنوة من دار لين ديره هالمكان وايد فنان وايد زين بارك الله فيكم لدوري ونحن سايرين له الحين هذا هو رقم واحد هذا المنظر هو في الميزانية هذا الشارع اللي كنا تونا نتمشى فيه ما طلبنا نمونة واحدة طلبنا بوي خمس نمونات نمونة نمونتين ثلاث أربع خمس نمونات زين ما طلبت المكرم هذا العادي اللي كل حد يعرفه هذا ما بغيت أطلبه منه لأن كل اللي يعرفه عرفنا من سنين عزيزنا منه قلنا بناخذ هذا وكل بنطعم كل واحد منا ياخذ ثلث كل قطعة حق ثلاثة أنفار بنتجاسب وكل واحد يعني على هواه خليته في خاطري نشيته وطلبنا ثلاث حبات مكرون بستاشو ووحدة مكرون مال قهوة شو أحسن شيء إبراهيم في هذا اللي كلناه كله والله أنا بالعكس هاي بستاشو بستاشو أحسن اللي كلناه كله هذا يقولك متنقى في سمونة طح سمونة هي والله لأن نحن متنقين هذا كون أخير شيء وهذا هو المحل هذا لدوريه بس هذا شغلته ونحن عادة فلسفنا واني ابا اليمالة وبسوي اطعمكم الشيء اللي اخير طلع ابوي هذاك عادي مو مشكلة التجربة زينة اي والله شو ابراهيم اقول مو مشكلة التجربة زينة تجرب من شو بلا غزك هذاك من التفخ هي عافيه علاوة مكرونة كاملة هي عطنا هيدا سنو المول اللي فيه لدوري كنت بخلي قوم ابراهيم ارويهم المحل اللي تحت هذا مول هو ماشي من
من احجام قوم هاردز وسلفرج حجمي يعني، هذا واحد من الاف. هذا اقولهم برويكم اللي تحت وين يبيعون الكيك ما كيك، يعني بصور لكم اياه هنا من زمان، قلت الحين بروي الشباب ما تتشافوه شيء عجبه. محل شوكليت تحرك يارس، محل مجوهرات. شوف الحرس عند الباب تحرك عمرك، ياس محل مجوهرات. تحرك عمرك ياس ابراهيم، كأنك ياس محل مجوهرات طاع وراك. هو اللي حلاوة طال العالم كم يحرسون. تعرفون العجب؟ عجب يتفننون في الفراولة، شيء غريب عجيب. غرب الله تم أقوامهم. نمونة نمونة. الأشياء هم اللي يحبونها بعد. واللي يحيد عمره عنده صاحب صديق في شنتية طوكيو يوصوه يجيب لكم من هذا. شرات ورقة الترني. لكنه مدرور عليه شكر. راهي طعمه شيء. انا اكلته وانا بطعم وحدي واقول بها شو بقول لك. شو ما زينة رقم واحد شهورين في النوع الحلاوة هذا. ها بعد ليش عليها اللي عليه شرات الشكر مدرور حلو رقم واحد. ها ما الأول لكن طعمه لذيذ يعني ظهر من هالبلاد. لا تختم هذا اللي نسى شكله ايش قايل. هذا هو، هذا شيء من على شكل ورد وشكلها شيء يعني معروف هذا من سنين. لذيذ طعمه. كريم خبرتكم عنه ليصيرنا المصنع مالهم. وهاي العينة مالت الفاصوليا. كل حد قابض لمهره. شو يسوونها؟ مليون نمونة ونمونة. شيء فنان يعني والله يريحتها. شو العالم قابل سيدات عليه. ولذيذ يعني مو شيء عادي. وكل من أشياء كله مشتقات من العيش. احترامهم للناس. لكل حد ظاهر من الستور هذا. شوفوا اي حد ظاهر يوخون لك احترام تقدير. يوبلون على كل حد يظهر ولا يدخل. هاي يؤدون للتحية. اقولكم فيهم ادب ما صار ولا استوى. فيهم ادب وفي شوف العالم. شوف بالله عليكم شوف العالم. الدنيا تريف تريف رياف. ها 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 شوف العالم. وما حد يقول لك كم الخبر ولا حد يقول لك وين ساير ولا حد يقول لك وين ياي. امشي الحرة ولا عليك مضرة. والله ما حد درابك ولا حد امتحن منك ولا حد قال لك عينك هاي احسن عن هاي. السلام عليكم السليطي. مرحبا ابوي. كيف الحال؟ اي الله ابو محمد. امنه. بكرة تبى تودينا المطار انتي ولا حد غيرك؟ انا. زين لازم تصيحين يا بتودعينا. يا ويلك اذا ودعتينا بدون صياح. بتصيحين؟ لا ما بتصيحين؟ يا ويلك من الله. ابراهيم هكم الحين ياس يصيح. لا تبكي لا لا تبكي يا ابراهيم لا تبكي لا تصيح. لا باسم ابراهيم ما يبين لنا ضروسك. باكر بصيح؟ ايه. السليطي بصيح؟ انا؟ هي انا من الحين مكسر خاطري عليها. يا ابوك ولا انا يا ابوك ابرك كم من ساعة فراقص عندي. انت اللي اكثر بتسوي عليها المسكين. امينة هي؟ امينة. امينة. انا عيد باكر عندي. شكرا. عفوا. يلا صور ابراهيم. امينة طالعين خليني اصورك. صور ابراهيم يلا. وين ابراهيم؟ اشوف. بسم الله عليك الرحمن. هذا ابو مضحك قماش. شو يعني؟ مضحك قماش الاسنان اللولو. بعد اب والله ونزرهم اسنان. امنه. ايوه. بكره تبى تودينا المطار انت ولا حد غيرك؟ انا. زين لازم تصيحين يا بتودعينا. يا ويلك اذا ودعتينا بدون صياح.
بتصيحين؟ لا ما بتصيحين؟ يا ويلك من الله. ها ابراهيم هكم الحين يا سيصيح. لا تبكي لا لا تبكي يا ابراهيم لا تبكي. لا تصيح لا بسم ابراهيم ما يبين لنا روسه. باكر بصيح؟ ايه السليطي بصيح؟ انا؟ هي انا من الحين ممكن خاطري عليها. يا ابوك ولا انا يا ابوك ابرك كم من ساعه فراقص عندي. انت اللي اكثر بتسوي عليها المسكين. امينه هي امينه. امينه. انا عيد باكر عندي. شكرا. عفوا. يلا صور ابراهيم. امينه طالعين خليني اصورك. صور ابراهيم يلا. وين ابراهيم؟ اشوف. بسم الله عليك الرحمن. هذا ابو مضحك قماش. شو يعني؟ مضحك قماش الاسنان الاولو. بعد اب والله. ونزرهم اسنان. الحين شوف الساعه كم؟ 8:30 جينا من رغدتنا من الصبح كان حد يروم يرتغد. جيت متفليها ياس yes. مدير الفندق. Thank you for all what you've done for us. Thank you. Now we are going to Imperial Suite. Imperial Suite. Yes. To show me the Imperial Suite. That's right. Until now, I didn't show my followers my room. Right. Okay. Now you will show us the Imperial Suite first, and yeah. After that we will have the dinner. Yes. And inshallah, before when I go to the room, mm-hmm. I will show my followers my room. Okay. Sure. Thank you very much. The lobby. هذا ما باللوبي اللي صورته هناك اللي فيه الزراعة الحديقة العود وهذا ها هاي الحديقة اللي خارج بعد كله تبع اللوبي وفي يمية المطاعم. هذا الدور 12 we'll go right or left right هذا الاكزيكتيف فلور 11 و 12 الادوار هاي مميزه كلهن ولهن لونش روحن اللونش مالهن روحن مطعمهن مطعمهن اللي كان فيه وجبات خفيفه يعني ما بشيء تجيل فيه. يعيبني الفندق اللي ممرات ما تكون شابيه الممرات فاتحه الوانه يخلي شيء جميل. الفندق جيد وممتاز وفي ارقى حي في تشنتي يا طوكيو في أرقى مكان منطقة السفارات. بسم الله الرحمن الرحيم في منطقة السفارات السويت هذا يا سلام على البربل يا سلام يا سلام خوز أنا هذا السويت And also you will see the beautiful cherry blossom. Also from my my rooms. Wallah. Very beautiful. You can see it from my room, صح? No, صح. No, no. From room my room is the other side. Hey. شو هذا ها? Beautiful. هي والله ما beautiful عيد. And this is the living room. And very nice king size. Huge, not king. This is a double king. لازم يحطون هاي for fresh air. هي والله عيبني. شوفوا. هاي السكورة. شوف ايش قاعد مسوي لها اضاءه من تحت وهي بيضاء عاطينها اناره بيربل بنفسجيه طلع لوني جنن مستوي سبحانك يا رب. حديقه كامله للفندق خاصه كلها سكورا. This is the Sheraton Miyako Hotel Tokyo. How many floor? We have 12 floor and this is one of the top floor. These two floors that 11 and 12 is executives. Executive floor. Okay. How many normal room? Standard. A standard room is from a second I'm sorry, 3 to 10. How many rooms? About 400. Ah, it's a yes. Big number. Big number. How many percentage today you are full? It's right now it's 75% occupation. This is the toilet. And the bathroom. Hey, you. هذا حمام.
ما يحتاج ما نتي عدالها فجتمه انا ابو And also this is the room is 120 square meters and really nice room we offer. And what is here? And this is a kitchen you can have some service to give the, your guests. أيوة زين. And also you can find from away from here you will find some of the embassies, national embassies such as UAE, Saudi and more than 30 embassies surrounding in this area. MashaAllah, MashaAllah. Very high quality high residential area. What the name of this place? This place is called Sheraton Miyako Hotel Tokyo. Uh-huh. And the place here where the Shirogane Dai. Sorry? It's called Shirogane Dai. Uh-huh. So it's very beautiful area. So very quiet. Very quiet and peaceful. Yes. Last night it was very deep sleep. So you can enjoy some Inshallah. Of the nice. هذه غالي صوتكم يا توني من فوق عادة وحين هذه من تحت هاي اللي تحت كلها بط وطيور يغوصوا ينبرن داخل الحوض وكل ابوي الساكورا هذا اللي تشوفونه كان كبار كبد السماء How old is it this hotel? How old is it? This is 50 50 سنة عمره 50 years لكن شوف renovated a couple of times ومجدد كل مرة يعني دوكم نحن جايين الله يحفظك نتعشى في هالمطعم هذا أول ما تدخل اللوبي أول ما تدخل بوابة الفندق الرئيسية يك هذا المكان جميل شرح عشان أبيك في هالمكان هاي طاولتنا اللي بنيس عليها هذا الحوض الفنان مرة ونسيت أصوركم حجرتي هاي حجرتي وهاي سيدتي هاي شبيريتي ها افتح لي محمد لا مال الحمام ايوه انت افتح الباب عادة خيبة هذا ابوي حمامي ارميكم ايوه تسبر عاد خيبة اذا افتح الباب عاد ما طعي فتح وهذا الباب ما توقف فتش ثمه الله العظيم هذا تواجه على أربعة كنت تسبح أبدأ ترم تسكر هذا عادة كرديون